صراحة ما بغينا نشتك، كنا يلاه كنا غادي في خط تصاعدي، خسرنا دابا ثلاث هزائم متتالية. صراحة بحال دخلنا في شوية في الشك، وإن شاء الله نداركوا هذا إن شاء الله في المباراة القادمة إن شاء الله، والتوفيق لفريق الرجاء البيضاوي في النهائي كأس الكاف إن شاء الله. شكرا. شكرا.